حلت عن وجهها وإذا بها سكينة بنت الحسين، كشفت عن الرداء عن ثوبها وإذا شايل عبد الله الرضيع خليصها أخوها من أمها وأبيها. عمه أبو فاضل رفع رأسه قالت انظر إلى أخي عبد الله الرضيع، أنا الآن جايبتن من صدر أمي، جف لبن صدر أمي ما عندها شيء تسقيه، وما عندنا ولا قطرة واحدة من الماء في المخيمات، وترى هذا واحد من عشرات الأطفال عندنا في الخيام يتنقلون من خيمة إلى خيمة يبحثون عن الماء، ما موجود ولا قطرة واحدة في الخيام. ترضى أبو فاضل هكذا؟ لا والله. قام على قدميه رأسا توجه إلى أين؟ إلى أبي عبد الله، رمى بنفسه عليه. نور عيني حسين، ضاق صدري من الصبر، بعد ما أقدر أصبر أكثر. ما الخطب يا أبو فاضل؟ قال له يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني، يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني، يا بسلسانه وشوفته والله شعبتني، حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني، تجذب الحسرة والرضيع يدير عينه. حسين هلت مدامعها يا خويا ووقفت حذاي، ترتعش وتقلي يا عم تفتت حشاي، مدة ثلاثة أيام والله ما ضقيت ماي، وإحنا يا خويا الموت لازم واردي. يقل له يا قطب الحرب يا شايل علمنا، خلى يا خويا من العطش يهلاك طفلنا، الله يا عين الجيش لا تشتت شملنا، بعدك يا خويا تغير عدوانك علينا. لكن يا أبو فاضل إذا كان ولا بد فاذهب وأتي بقليل من الماء إلى هؤلاء الأطفال لأنعمنك عينا سيدي أبا عبد الله. وضع القربة على عاتقه، امتطى على صهوة جواده، انطلق نحو المشرعة، نزل إلى المشرعة، مد يديه في الماء وخاض الماء بس هيس بوردة، ترس جفه يروي عطش كبده، تذكر لن خوه حسين دب الماي من جفه وتحسر، هذا الماي يمشي بطون حيا وذوقه قبل خوي حسين هيهات، وظن طفله يا ويل من العطش، وظن يومي قرب والعمر قصر، صار خاطب الماي يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. ملأ القربة بالماء وضعها على عاتقه، امتطى على صهوة جواده، وانطلق نحو خيم أبي عبد الله، وظل بالظما ساق العطاش وطلع بالجود، ظل بالظما ساق العطاش وطلع بالجود، والدرب بينه وبين أخوه حسين مسدود، بيها سطى وسيفه وصوت بروق ورعود، والروس تنطر والدموم تقول طوف، كريتنا خل جيش وحسين انت خوصال، عباس باليمنى وابو سكنة بلش، صبوا على العسكر من البردين زلزال، والكل قصد خيه ورفيف العلم نشق، نادى عمر بن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء إلى المخيمات وشرب الحسين أفناكم عن آخركم، فحالوا بينه وبين الخيار،
أبو عبد الله واقف ينظر إلى العباس من بعيد، شاف القوم حاله بينه وبين الخيام. امتطى الحسين على صهوة جواده وانطلق نحو العباس، صار هذا يضرب من جانب وذاك يضرب من جانب، مثل الصواجع نازل على القوم صوبر، مثل الصواجع نازل على القوم صوبر، وي الصواعج من عزم عباس وحسين، عافت ملازمها وخلت حومة الماء، شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاش، دار الفلك بيها وتلاقى النور بن، احتضن وطلعت زينب ترحب بالأخوة. وصل أبو فاضل والقربة سالمة، سلمها إلى زينب، تفضلي سيدتي زينب خذي الماء إلى الأطفال. توجهت زينب بالقربة وصلت إلى داخل الخيمة، والخيمة مشحونة بالأطفال، اجتمعوا حول زينب. هذه تقول عمة زينب أنا عطشانة أريد قليلا من الماء، ذاك الطفل صغير يعدو على التراب، عمة زينب أنا عطشان أريد قليلا من الماء. حتى تداكى الأطفال على القربة، فسقطت القربة فأريق ماؤها. أحسن الله لكم العزاء، أريق ماء القربة فتساقط الأطفال على التراب، كل طفل طفلة يأخذون شيئا من التراب المبلل يضعوه على صدورهم، كان شوي يطفون حرارة العطش. خرجت مولاتنا زينب مرة ثانية إلى العباس، تفضل أبو فاضل هذه القربة، ها سيدتي زينب إن شاء الله شرب الأطفال. قالت لا ولا واحد شرب منها، سقطت على الأرض وأريق ماؤها فما شرب أحد. قال لأنعمنك عينا، أروح أجيب مرة ثانية. أخذ القربة وضعها على عاتقه، هذا الوداع الأخير يا شيعة إلى أبو فاضل. انطلق نحو المشرعة، حتى وصل إلى المشرعة نزل إلى الماء، ملأ القربة مرة ثانية وضعها على عاتقه، امتطى على صهوة جواده، لوى عنان فرسه قاصدا إلى المخيمات. أحسن الله لكم العزاء. وإذا بعمر بن سعد يقول ويحكم لئن وصل العباس بالماء إلى المخيمات، فنيتم عن آخركم، ماذا نصنع؟ قال افترقوا عليه من كل جانب. فاختلفوا عليه من كل جانب. وإذا بأبي الفضل العباس يظهر بطولات والده أمير المؤمنين، مسك السيف بيمينه واللواء بشماله وضم القربة إلى صدره، صار يقاتل قتالا مستميتا، هذا وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أغدو بالسقة ولا أخاف الموت عند الملتقى. بينما هو يقاتل إذ كمن له زيد بن ورقا، فضرب العباس على يمينه، أخذ السيف بشماله، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أحسن الله لكم العزاء. ضم اللواء إلى صدره والقربة وصار يقاتل بشماله. بينما هو على هذه الحالة إذ كمن له حكيم بن الطفيل، فضرب العباس على شماله. أين الصارخون وعباس؟
وهو على هذه الحالة سقطت شماله وهو عازم على أن يصل إلى المخيمات بالقربة، بينما هو على حالته هذا وإذا بسهم يأتي فتصاب به القربة فيراق ماؤها. جاءه سهم آخر أصاب العباس في عينه فخسفه. أحسن الله لكم العزاء، هذا وأبو الفضل على تلك الحالة، عين قد خسفت بالسهم والأخرى جمد عليها شيء من الدم، لا يبصر الطريق، أراد أن ينتزع السهم لكن لا يمين ولا شمال، ماذا يصنع؟ أخلى رجليه من الركاب، وضع السهم بين ركبتيه، أراد أن ينتزع السهم وإذا بلعين يكمن له من خلف نخلة فيضرب العباس على رأسه بعمود. هوى بجنب العلقم فليته لشارب به يذاف العلقم. أحسن الله لكم العزاء، سقط أبو الفضل من على فرس بعد هذا الموقف، وإن كنت قد سمعته من قبل، يقولون شيخ كاظم السبتي قرأ مصاب أبي الفضل العباس، ولما انتهى رجع إلى الدار جاءته الزهراء في المنام تقول له يا شيخ لما لم تقرأ مصاب ولدي العباس؟ قال سيدتي لقد قرأت المصاب. قالت لا بعد في شيء ما ذكرت. قال ما هو سيدتي يا فاطمة؟ قالت يا شيخ إذا سقط الفارس من على فرسه فإنه يتلقى الأرض بيده، كيف استقبل العباس الأرض؟ أغمي على أبي الفضل ما أفاق إلا ورأسه في حجر أبي عبد الله، الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استوحدوني بعدك القوم، ولا واحد علي بعد ينغر، يا خويا العالم قايل لي وين ودي. تحير ابو علي بعلمه برايته، يا خويا العالم قايل لي وين ودي، يا نور العين دغر بيش جدي حين فايقا، يا ويلي وش بتشيده عليه صاح خويا الله أكبر. أراد الحسين أن يحتمل العباس ويأتي به إلى المخيمات، وإذا بأبي الفضل يقول لا يا أبا عبد الله دعني أموت في مكاني. لما يا أبو فاضل ما تريد تتودع من النساء من زينب؟ قال لا يا أبا عبد الله لأني وعدت سكينة بالماء والآن أرجع وليس معي الماء. أحسن الله لكم العزاء،
شيعة مواليا، وإذا بأبي الفضل يتشهد الشهادتين حتى ناء برقبته وخرجت روحه من جسده. أين الصارخون وعباسه؟ قام أبو عبد الله وقد بان عليه اليأس من الحياة، اتجه نحو المخيمات، استقبلته النساء والأطفال. هذه تقول أين أبو الفضل، وتلك تقول أين حامل اللواء. أما الأطفال فقد اجتمعوا على أبي عبد الله، أبو حسين أين عمنا العباس؟ وعدنا بالماء وإذا بك ترجع من دونه. ما أجابهم الحسين، ايش سوى حتى يعطيهم الخبر؟ جاء إلى خيمة العباس ودخل داخلها ووضع يده على عمدها وهز العمد حتى سقطت الخيمة. فعلى الصراخ من النساء والأطفال والكل ينادي ومصيبته وعباس. أما زينب فكأني بها صارت تنادي وضيعته بعدك يا أبا الفضل، يا خويا الماي ما يسوى علينا، يا خويا الماي ما يسوى علينا، وراح ذخرين ذاخرين، شلون وحدك سيدي تعود الخيام؟ شلون وحدك سيدي تعود الخيام؟ شال مصيبة وين شيال العالم؟ شال مصيبة وين شيال العالم؟ شلون يا ابن امي ترد لي وحيد؟ شلون يا ابن امي ترد لي وحيد؟ ليش ظهرك من حني وين العظيم؟ شلون يا ابن امي تريد لي وحيد؟ ليش ظاهرك من حني وين العضيد؟ قوم وديني الى قلها بعيد. قوم وديني الى قلها بعيد، حلقت كل الاعادي على الخيم، حلقت كل الأعادي على الخيام. قل له مشتاق أعاين كافلي، قل له مشتاق أعاين كافلي، لو أودع بنظرتي يا أبو علي. قل له مشتاق أعاين عافلي، قل له مشتاق أعاين كافلي، لو أودع بنظرتي يا أبو علي. ما نريد الماي بس يرجع إلي، ما نريد الماي بس يرجع إلي. ليش يا ابن امي رجعت لي بالهضم؟ ليش يا ابن امي رجعت لي بالهضم؟ جواب الحسين، ساعديني راح ابو فضل وانا، ساعديني راح ابو فضل وانا، مثل ما قلتي ترى ظهر انحنى. ساعديني راح ابو فاضل وانا،
مثل ما قلتي ترى ظهري انحنى راح عزك راح سورك والهنا. راح عزك راح سورك والهنا وراح بد. بينما نجد القرآن أكد على مشروعية التوسل ربي ضوها الخيم راح بدر اللي ضوها أصرخت يا ابن أمي وويلي عليه صرخت يا ابن أمي وويلي عليه شلون شفته صاح مقطوع يده صرخت يا ابن أمي وويلي عليه شلون شفته صاح مقطوع يده وبعمد راسه يا حرم هشمي وبعمد راسه يا حرم هشمي أعلى عيونه نشب فيها السهم على عيون نشب فيها السهم دارتي عليه العدا بسم دارتي عليه العدا بس ما انطرح دارتي عليه العدا بس ما انطرح جثته كل من يغط فيها رموح دارتي عليه العدا بس ما انطرح جثته كل من يغط فيها الرمح يا قلبي عليك من جرح من شفت حالة أخذ قلبي الألم من شفت حالة أخذ قلبي الألم عاينت لصاير بنقعة دماء عاينت لصاير بنقعة دماء وبين ايد ما غاؤها محطمة عاينت لصاير بنقعة دمع وبين ايد ما غاؤها محطمة والذي جرح فادي وألمه من عيونه سال دمعة بالدمع من عيونه سال دمعة بالدمع أخي يهنيك النعيم ولم أخل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حاجته كل محتاج من سأل دعاء إلى مرضاهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان موت المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.